راح ناخذكم في جولة سريعة نتعرف فيها على أفضل العروض لبطاقات فيزا بلاتينم وفيزا سيجنتشر الائتمانية من بنك الكويت الوطني البحرين. لما تستخدم بطاقة الوطني الائتمانية في برادات الجزيرة راح تسترجع 2% من قيمة مشترياتك. دلع روحك بعضوية الفالي باركينج من بارك باس في أكثر من مجمع تجاري ومواقع مختلفة. ولا تروح تشوف لك فيلم في فوكس سينما مع اللي تحب، تشتري تذكرتك والثانية مجانا، وفي دوز كافيه جند راسك بأحلى قهوة. تشتري واحد والثاني بعد مجانا، برد على قلبك مع باسكن روبنز باستخدامك لبطاقة فيزا بلاتينم الوطني الائتمانية. اشتري الآيس كريم اللي تحبه والثاني مجانا، كل ذي وأكثر، لأن بطاقتي الائتمانية من بنك الكويت الوطني، وتراها مو أي بطاقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا أهلا مرحبا فيكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج المسابقات الرياضي الملعب كيدز في نسخته الثانية. نطلع عليكم يوميا على قناة البحرين الرياضية وعلى تلفزيون البحرين، نشوف تحديات ألعاب ذهنية بدنية مع الأطفال اللي يشاركون معنا يوميا من الأكاديميات والأندية. باقي يمكن خلينا نقول 6 حلقات على نهاية البرنامج، يعني باقي تقريبا 12 فريق غير الفريقين المشاركين الحين اللي قاعدين ينتظرون انهم يدخلون ويراوننا مهاراتهم وفنهم، فخلنا نستقبلهم. معنا أكاديمية سكواد مع نايف فهد ونايف الجمعان ومحمد علي، أما سبارك أكاديمي فمعني علي حسن وسالم عارف ومحسن القاروني. حياكم الاستوديو، تفضلوا. أحلى تحية. مسكوك الهانت. أهلا وسهلا، شكم كلكم يا تهني؟ حياكم. حياكم هني، شلونكم؟ تمام. مستعدين شكلكم؟ لا إيه. بس انت وقفت كذي علشان تبين في الكاميرا، وعرفوني عليكم. نايف محمد. نايف شلونك؟ كم عمرك؟ 9 سنين. 9 سنوات العمر كله في سكواد اكاديمي اللي هي متخصصه كره القدم. إيه. من متى؟ يمكن فوق 9 شهور. 9 شهور. تحب هالاكاديميه؟ إيه. في وين تتدربون؟ في الرفاع. في الرفاع الاكاديميه، حلو ممتاز. كم مره تتدربون؟ مرتين بالاسبوع. مرتين في الاسبوع، استمتع؟ شنو تلعب هناك مركزك في اللعب؟ انا وسط. وسط، حلو الوسط؟ تكون وسط كل شيء، ها؟ نعم. ميزان اللعبه كلها انت. حلو ممتاز يا نايف، عرفني عليك؟ نايف. تمسكه. وقف كذي، ايوه صامم انت توقف كذي. شوف لان هاي كيمارتك. اذا وقفت كذي مو تعطينا وجهك. قول لنا شو اسمك؟ نايف فهد. نايف ونايف، ها؟ عندنا 2 نايف. زين نايف، شو اخبارك؟ زين.
صايم نايف؟ ايه. جوعان؟ لا؟ عطشان؟ لا. مزاجك زين؟ ايه؟ ايه. رحت مدرسة اليوم؟ لا. ها اونلاين؟ تيمز. تيمز؟ اي مدرسة انت؟ عقبة. عقبة بالنافع، بعد الرفاع. ما رفاع انت ها؟ ايه رفاعي. رفاعي بيفوز الرفاعي اليوم ولا لا؟ ها؟ ايه بيفوز شاطر. تعرفني عليك؟ شو اسمك؟ محمد علي. محمد حبيبي وقفت كذي هلون رفع المايك. كم عمرك محمد؟ 9 سنوات. 9 سنوات في الأكاديمية من متى؟ 6 شهور. اه 6 شهور. هي جديدة الأكاديمية؟ ايه جديدة. ها؟ ايش كثر انت في التمرين؟ كم واحد؟ شنو؟ كم واحد يتدربون؟ في وقت اللي انت تروح؟ شنو كم واحد؟ سؤال وايد صعب سألته. يعني كم واحد يتدرب وياكم لين تروحون؟ العصر؟ ايش كثر انت؟ 15 20 واحد؟ 21. 21 شخص يكونوا موجودين. تستانس وياهم؟ ايه. انت وين تلعب؟ اي مركز؟ هجوم. هجوم سجل ها؟ ايه. تعرف اللعبة زين ذي؟ سهلة؟ نعرفه. جاهزين لها؟ ايه ان شاء الله. حاطين تكتيك في مخكم؟ ممتاز. اسألكم شنو هو ولا اروح هناك؟ اروح هناك لا؟ اوكي عرفني عليك؟ انا اسمي يلا مدام ايه يلا قولي. انا اسمي محسن القاروني. هلا محسن. كم عمرك؟ 10. سبارك تيبل تنس اكاديمي تلعبون؟ تنس؟ شوية. ها؟ لا نلعب واجد. تلعبون تنس طاولة صح؟ اي اي كذي. كذي تلعب تنس طاولة ها؟ حلو التمرين؟ اي حلو. تستانسون فيه؟ اي واجد. ليش اخترتوا تيبل تنس؟ ليش ما رحت مثلا تنس ارضي؟ ليش ما رحت سكواش؟ ليش ما رحت بادل؟ لأن تيبل تنس أول شيء أسهل وبعد يساعدني يعني في التركيز يعني متى تجيني الكرة في التركيز. إيه زين تنس الأرضي ما في تركيز. في إيه؟ يعني هذه أكثر تركيز. إيه؟ تحبها أنت اللعبة. إيه من متى تلعبها؟ ألعبها قبل 4 أشهر. إيه. بس أنت صغير كنت تلعب بروحك قبل لا تدش الأكاديمية ولا لا؟ اي كنت العب. كنت العب ها؟ في بيت جدتي. حلو ممتاز. هناك عندك تيبل تنس في بيت جدتك؟ لا عندي بس مضرب وكورة. بس تلعبها كذي انك تتمرن. حلو ممتاز. عرفني الحين عليك؟ اسمي علي. عليك مايك علي قول. اسمي علي سبارك. صار لي تقريبا 5 أشهر. 5 أشهر. دقيق. 5 ولا 6 الحين؟ 5. 5 ها؟ إيه. زين تحب الأكاديمية؟ إي. ليش تحب تنس طاولة؟ لأن أول شيء تعرفت على تنس طاولة من المدرسة. إيه؟ وعجبتني اللعبة لأنه يعني لأنه يعني ما فيها وايد إنجريز في اللعبة. تخاف على روحك. إي. حلو. يعني عجبتني اللعبة قررت أروح تنس تيبل أكاديمي مال فورك. حلو. لأن كانت صوب بيتنا بعد. صوب بيتكم بعد؟ اي بالضبط. في وين قلنا الأكاديمية؟ عالي. وأنا في عالي ها؟ بيتنا يعني بس كذي. عند الأكاديمية؟ اي عند الأكاديمية. زين كل يوم تروح؟ اي كل يوم. ولا يوم متى؟ لا يعني أروح يوم الاثنين الأربعاء والسبت. حلو ممتاز بالتوفيق. الحين باقي نتعرف عليك. عرفنا عليك. سالم عمري 9 سنين. هلا يا سالم. دخلت مجال التنس من 5 شهور تقريبا. عمري دخل مجال التنس من 5 شهور. من شجعك؟ ابوي. ابوك تحب التنس ابوك؟ اي ابوي مدرب تنس أصلاً. فدخلك هو. وتنس طاوله. ما راح تغير مجالك. انا العب كره قدم. عندي اروح اكاديميه تارجت ويا سبارك. حلو ممتاز. يعني انت تحب الرياضه تروح قدم وتروح تنس. اي اكثر تحب؟ الصج يعني قدم. الصج تحب قدم بس عشان الوالد يعني تروح تنس؟ ايه. والله حلو انت طيب. زين يعني ترضي امك وابوك وترضي نفسك. ايه. ممتاز. عندك وقت حق المدرسه بعد؟ ايه. اوكي بس في وقت. الحين انا اجازه. الحين اجازه؟ ليش؟ 10 ايام الاواخر. اظن اجازه. اي مدرسه؟ ليمون.
زين عشان نروح مدرسة ليمون يعطون إجازة 10 أيام يعطونكم ها؟ إيه على آخر رمضان يعني. زين يعني مريح أنت اليوم؟ إيه. أنتوا كلكم جايين من المدرسة ولا تيمز؟ جايين من مدرسة ثلاث. إحنا أنا ويا مدرستنا صوب بعض. بعد مدرستكم يوم بعد؟ إيه. بعد في عالي؟ لا لا لا. عراد سلمبادي شو وديك عراد وانت في عالي؟ لا سلمبادي سلمبادي أتخربط. قمنا نخورة. انزين نبتدي الحين؟ ايه جاهزين؟ ايه تمللتها؟ لا ما تمللتها؟ انا كنت بمللكم شوي. زين احنا بارزين كلنا جاهزين والحين بنقط النرد وبنشوف من اللي راح يبتدي معانا التحدي. ابتدي وياكم تمسكونها كلكم مع بعض سكواد اكاديمي وقطوها لين انتم جاهزين. سكواد نقطتين نشوف الحين سبارك مع بعض راح ترمونها شم يلا يس ايش دعوة يلا زين نبتدي اثنين عندكم شنو حمر ولا ازرق ازرق حط على الاثنين وسبارك بتبتدون بواحد انت حطها هني وانتوا رايحين تريحون هناك هناك على الكراسي تقدرون تقعدون نبتدي بالمنافسة الأولى شنو تبون؟ عشوائي أبالي ما تبون سلة يلا نبتدي مع كرة السلة عندكم 6 points 4 points 2 points كل واحد له محاولة وين تبي تبتدي؟ يلا حياك أوكي راحت المحاولة الأولى نشوف الحين حلو 4 بوينتس ونشوف المحاولة الأخيرة مع كابتن الفريق ممتاز 8 نقاط عند السكواد أكاديمي نحرك نشوف وين بتوصلون 8 1 2 3 4 again 1 2 3 4 10 كم نقطة يبي لكم حق الدرعي؟ 2 الحين تروحون تريحون وتعالوا يا سبارك نشوف شنو بتسوون في هذه الجولة شلونكم في السلة زينين؟ زينين ها؟ تلعب سلة؟ زعل سجل ها؟ عندك الاثنين أو الأربعة أو الستة وين تبي توقف؟ أربعة خليك داخل الحلقة أوكي راحت المحاولة الأولى ما نحسب الكرة نروح أجن في الست أو في الأربع راحت 3 محاولات للحين أنتوا في النقطة لكن تونا في البداية عندكم جولات جاية أموركم طيبة فلا تحاتون خلينا نشوف السلو موشن ونرجع للجولة الثانية الحين انا بقول لك انت انا شوي متخربط اذا جبت 2 وانت بعد جبت 2 وانت جبت 2 انتوا بتركبون الدراي لان انت تحتاج نقطتين حق تركب الدراي بس لو كانت تجيب 3 كان بيروح عليك الدراي 2 اوكي فكلكم تقدرون تسجلون وتراوننا التكنيك مالكم فلا تضيعون اي محاوله الحين عندك هاي الكونات موجوده هنا لازم الكره ما تطق الكونه وتدخل عشان تحصلون التو بوينتس جاهزين؟ تبتدي؟ يلا حلو ممتاز أول نقطتين ضمنتوا الدري نشوف يلا روني ممتاز
لا لا خوش أكاديمية، ها خوش أكاديمية. 80 آخر محاولة. يا سلام 6 نقاط. نحرك أسوي فيه الدقة. 1 2 اركب الدراي. بعد 1 2 1 2 ممتاز. 70 نقطة في الجولة الثانية مع سكواد أكاديمي. خلنا نشوف الحين سبارك شنو بيسوون الحين. مهارات كرة القدم، يبي لكم كل واحد فيكم يسجل. كم بوينت يبي لكم للدراي؟ وايد وايد. أكثر من 10 11. أنت هني بتجمع وبعد عندك جولة، يعني أنتوا للحين أموركم طيبة لأن الدراي للحين تشوفونه. عادة إذا الواحد يطوف في الدراي يصير دربه وايد طويل، بس أنتوا للحين باقي لكم تقريبا كم 10 11 نقطة، فلا تضيعون. اوكي لا تضيعون. ها من بيبتدي؟ يلا حياك. يلا محسن. شوف المحاولة الأولى للأسف ضايعة. يلا سالم. نشوف عندكم بعد محاولتين. سالم سالم وين؟ هو شوف قلت له شوف عبد الله شاهين المصور أكثر هني يمين. ما يصير عيد. ما يصير عيد. خليه عيد أبو شاهين. صير عيد. صج؟ أكو بخليك تعيد. يلا. خلتي لك رايك. بعد المثل الكونة مع أن عطاك. عطاك هو هو عطاك شانسون مالي خاص. اوكي الحين المحاولة الأخيرة نشوف يبي لكم 2 بوينت. ممتاز 2 بوينت. روح حرك للثلاثة. نتذكر الحين أدائكم. لا 2 بوينت عدل. 1 2 للثلاثة. انزين الحين احنا بناخذ استراحة بسيطة نشوف السلو موشن ونرجع للجولة الثالثة. وصلنا للجولة الثالثة. ها من يبي يلعب؟ وين بتروح؟ روح احسب وتعال بسرعة. شنو تبي تبي تركب دراي؟ تبي تخلص اللعبة؟ كم نقطة يبي لك؟ يبي لك 8 نقاط وتخلص اللعبة. زين لا نخليكم تبتدون أول، تعالوا سبارك. عشان ما تخربون علي البرنامج. تعالوا كل واحد فيكم عنده 3 محاولات. احسب ثلاثة؟ عندك كل واحد 3 محاولات. ابيك تحسب هني صح علشان تركب الدراي. كم نقطة يبي لك؟ 9 نقاط. 6 و4 يلا. اي عشان نجيب 10 اوكي 6 و4 10 بتطوف الدراي. صح يبي لك 9 نقاط. في لعبة ثانية عقبها. 6 و2. انت الحين كم نقطة يثبي؟ 9 صح؟ إيه. ما نقدر نجيب 9. ما تقدر 9 بس على الأقل أجرب. جرب. يبو 6 و2. اكو هناك بعد عندهم شو اسمه؟ مناقشات. يلا بالعدال عشان ما تطلع الكرة. اخ ما دخلت. لا طلعت. دخلت وطلعت لازم تتم داخل. ايوه 6 نقاط. اول 6 نقاط. ليش هي 2؟ عشان اوكي 6 و2. 6 6. خلصت 3 محاولات. يلا الحين دورك. عندك عندك 3 محاولات. كل واحد عنده 3. يلا 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 6. لا يب 6 يب 6 يب 6 آخر 6 6
ست. يلا آخر ثلاث محاولات. نصيات. هياك. عندك بعد محاولتين. ماما يبون يبونها. يلا. وين أجيب؟ إحنا جبنا. أي مكان تبي؟ جبت ستة واثنين. يب أربعة أربعة أربعة. يلا. أربعة. آخر آخر شيء. ستة واثنين وأربعة. نروح نحرك. يلا. 12 أول شيء حرك ستة 12 كو 12 لا يلا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة بعدين اثنين واحد اثنين عقب أربعة واحد اثنين ثلاثة أربعة 15 نقطة حياكم يا سكواد تعالوا رايحة وهني هل تتوقعون هم بيخلصون؟ تتوقعون ها؟ متأكدين؟ يمكن ما يخلصون. زين كل واحد فيكم عنده ثلاث محاولات، خليك داخل الحلق. اوكي؟ لازم الكرة تتم داخل. ست نقاط. ستة واثنين. بعد ثلاث محاولات عندك، حياك كابتن. ستة واثنين الحين انت عندك. العب 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 هناك ايه هناك اوه هني تشوفي فاتحه النهضه بالضبط ايه عشان نجيب ثمانيه اه اوكي هناك اوكي بس خلاص دورك حمود حمود قطع طيب نستانس نستانس الحمد ايه الحمد اوه الحمد تشوف هني في فاتحه من هذي صوب يلا زين نحرك يلا نحرك ونشوف ستة واثنين روح واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة واحد اثنين الآن ألف مبروك الفوز حسمتوها على السريع ها شطار يعطيكم ألف عافية هارد لك لكن أنتوا بعد فايزين ويانا وسانسنا بوجودكم خلينا نشوف أدائهم ونرجع للسحب على من على اللي توقع بأن أنتم فايزين على السوشيال ميديا ما في حد ما حد يبي يحكيني الحين يلا شوف نشوف الحين من اللي فاز معانا في مسابقة السوشيال ميديا الخاصة بقناة البحرين الرياضية توقع واربح اللي توقع بأن سكواد أكاديمي بيفوزون هو عيسى دوت بي ام 2030 مبروك يا عيسى فز معانا بخمسين دينار في مسابقة السوشيال ميديا وصلنا للتتويج حياكم تعالوا سكواد في المركز الأول سباركس الحلوين في المركز الثاني شوف الحين والحين نبتدي مراسم تتويج الأبطال الحلوين اللي ويانا في الاستوديو شكرا لك على مشاركتك مبروك مركز ثاني كابتن شكرا لك
جوائزكم. طبعا المركز الثاني مقدمه من عجيب، في فاوتشرز تقدرون تروحون تشترون العاب من هناك. وانتم يا ابطال مبروك 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 يا حلوين، هذه جوائزكم نقديه. شكرا لكم على مشاركتكم. احنا وصلنا للختام، راح نلقاكم بكره ان شاء الله مع فريقين جديدين، تحديات جديده. الحين صار الوقت ان نقول حق المشاهدين باي باي، مع السلامه.